يا مستمعين النظام، صلوا على البدر التمام، محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على بطلتك، بطلة كربلاء، الصديقة الصغرى زينب الكبرى، الزكية الحوراء عقيلة الطالبين. نشأت زينب بنت أمير المؤمنين في بيت العلم ومهبط الوحي، وعاشت في أحضان أبيها وأمها وجدها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ويروى أن الإمام الحسين عليه السلام كان إذا زارته زينب يقوم إجلالا لها، وكان يجلسها في مكانه، ويكفي في جلالة قدرها ونبالة شأنها أن الإمام زين العابدين عليه السلام خاطبها بقوله: وأنت بحمد الله عالمة غير معلمة، وفهمة غير مفهمة. يا مستمعين النظام، صلوا على البدر التمام، محمد صلى الله عليه وسلم. صل على البشير النذير والسراج المنير. ويروى أنه في ولادتها جاءت بها الزهراء عليها السلام إلى أبيها أمير المؤمنين، وقالت سم هذه المولودة، فقال: ما كنت أسبق النبي محمد. وكان النبي في سفر، ولما جاء سأله علي عن اسمها، فقال النبي: ما كنت لأسبق ربي. فهبط جبرائيل يقرأ على النبي السلام، وقال له: سم هذه المولودة زينب. يا مستمعين النظام، صلوا على البدر التمام، محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما عن ولادتها فقد حملتها أمها فاطمة في بطنها 9 أشهر، وكانت لا تجد وجعا ولا ألما. وفي يوم 5 من شهر جماد الأول شعت الأنوار من دار أمير المؤمنين، وإذا بفاطمة قد وضعت بالحوراء زينب أفضل الصلاة.